عصام محمد إبراهيم سيد، من قرية منية المباشرين، مركز زفتة، محافظة الغربية. الحمد لله ربنا وفقني وحصلت على المركز الأول على الجمهورية مستوى المكفوفين في الثانويات الأزهرية، وده طبعا يعني أولا توفيق من ربنا سبحانه وتعالى. وأنا يعني أنا كنت على ثقة كبيرة طبعا بربنا سبحانه وتعالى إن هو مش هيخذلني ومش هيضيع تعبي ولا تعب والدي ولا والدتي اللي يعني تعبوا معايا من ولادتي بصراحة، وكان كل حلمهم إن أبقى حاجة كبيرة، مش هم لوحدهم بصراحة بل أهل القرية وأي حد قابل الشيخ عصام كان بيدعمه. الحمد لله يعني ربنا وفقني إن يعني أحقق ولو أول خطوة في حياتي بمكالمة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد طيب شيخ الأزهر. يعني كان شرف عظيم جدا إن أنا تلقيت هذه المكالمة، وصاحب الفضيلة طبعا كلم والدتي ووالدي، فكانت فرحة طبعا يعني الحمد لله كانت فرحة كبيرة جدا لأهل القرية كلهم مش لبيتي بس. فالحمد لله وبتمنى من ربنا سبحانه وتعالى إن هو يوفقني في المرحلة القادمة وأحقق حاجة يعني للأمة الإسلامية وللأزهر الشريف بإذن الله. أنا بدأت حفظ القرآن الكريم وأنا عندي 4 سنين، أنهيت حفظ القرآن وأنا عندي 9 سنين. بدأت طبعا وأنا دخلت معهد القراءات وأنا في الصف الخامس الابتدائي برضو مع المعهد الأزهري. الحمد لله لا ما كنتش حاسس بأي ضغوط، أنا كنت ماشي في الناحيتين ولكن ما كنتش حاسس بأي ضغوط، يعني كان ربنا سبحانه وتعالى موفقني إن أرتب أفكاري قدر المستطاع. فالحمد لله حفظت متن تحفة الأطفال والجزرية وخدت إجازة لحفص عن عاصم، حفظت طبعا بفضل الله تبارك وتعالى متن الشاطبية والدرة في القراءات العشر الصغرى، وأيضا حصلت على إجازة في القراءات العشر الصغرى من فضيلة الشيخ إبراهيم الخشن، متن طيبة النشر في القراءات العشر الكبرى، والحمد لله ختمت هذا المتن وأنا في الصف الثالث الإعدادي، وإن شاء الله في طريقي إلى الإجازة طبعا في القراءات العشر الكبرى، وأتمنى التوفيق من ربنا سبحانه وتعالى. وطبعا القرآن الكريم يعني هو النور، فتح لي أبواب كتير جدا، وهو سبب اللي أنا حسيت من خلاله إن ربنا يعني أنا كل سنة بحمل هم السنة ديت، مثلا في سنة قادمة أنا بحمل همها، كل يوم بيعدي أنا بحمل هم اليوم اللي بعده، ولكن بحس إن ربنا بيهيأ لي أشخاص أفاضل وبيهيأ لي الظروف واحدة واحدة، يعني بتيجي خطوة خطوة كده. فكون إن أنت تحس بحاجة زي كده إن ربنا سبحانه وتعالى واقف جنبك وبيهيأ لك ناس تخدمك عشان تكون حاجة كبيرة، أنت ما بتحسش بالإعاقة اللي عندك، بل بالعكس بتاخدها دافع وبتحس كمان يعني بل بتتمتع باللي ربنا اداهولك، يعني مش بتحس ان هي عائق ابدا خالص، لا ده يعني اللي هو زي ما بتقول عليه الرضا الحمد لله. فاحنا يعني انا متمتع بجد بالاجواء اللي حواليا وبالدعم اللي حواليا، يعني مش من المرحله دي بس والله، يعني اهل قريتي بصراحه والدتي ووالدي كانوا يعني خير داعم ليا وهم سندي وظهري في الحياة. فالحمد لله ان ربنا وفقني وما ضيعش تعبهم وتعب اهل قريتي. فالاجواء اللي حواليا لا كانت بتديك دوافع عالية، يعني هم وانا صغير كنت بقلد فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري بطبيعتي، كنت بسمع الطلاب وهم في الكتاب في المسجد، ارجع تاني يوم وانا صغير عندي 3 سنين، كنت بحب الصلاة جدا في الجامع بطبيعتي الحمد لله، فكنت بسمع ارجع تاني يوم اقول اللي هم كانوا بيقولوه، بس هم كانوا بيقولوا لما كلموا والدي ده بيقرأ بصوت جميل جدا بالطبيعة، فعشان كده اتجهت لكتاب ربنا سبحانه وتعالى والحمد لله طبعا على كل حال. فلا ربنا سبحانه وتعالى مضيعش تعب الحمد لله.